اعتادت جميلة قاسم مهيوب على تربية المواشي في ضواحي مدينة تعز بهدف توفير احتياجات أبنائها الستة، لكن لغم أرضي زرعه الحوثيين حول حياتها إلى جحيم. أنا طلعت أرد غنم، من السماء نزلت وعدان رديت هن كده دقاين قلب ما هن يمشين دقاهي أدعس ومسدال شلب ده شلاب الرجل أشوفه تهوي بالقا وشغب أصح ومسمى واختبط ثانية لفوق الثاني بعد ما اختبطكم وعد ريكو. حاولت النهوض مجددا لكن لم تستطع فعل ذلك، فقد تهشم عظم قدميها، وهناك لم يكن أحدا لينقذها سوى أن حالفها الحظ بأحد المارين لتطلب منه إسعافها بعد أن نزفت الكثير والكثير من الدماء. كانت تسمع تحت هذه واني ما انيش مستطيع اقوم اسمع واني كانني نوم وكانني نادى، يعني اسمع كل شيء ما اقدرش انطق ولا اقدر افتح. جلس كنا ساعة ونص ساعة، ساعة كنا بالكثير، واقوم اجلس استقمت لما استقمت على عليه لما اقتصى استقمت على هذه توكيت على هذه اجلس استقم اجي قهي مطوي كده على الدوق مع الحوكنة حجار صغار كده واجي استقم خلاص معاه قايمة عبو اللقل حقه. شفت ناس كده من تحتي فوق دام عدانيش متغلي لهم من هون، قلت لها ابن غير عليا قا وقا ابنونا من دا نادة من هذا المعسكر عقن كلية الطب وعاد ريكو شلوني لمستشفى الثورة ما عاد ريكو كنو. لم تكن جميلة تعلم بما تخفي لها الأيام من مآس ومعاناة وإعاقة دائمة سترافقها فيما تبقى من حياتها وتضيف لها الكثير من المتاعب. عيالي اثنين يدرسوا، واحد إعدادية واحد جامعة، ربنا يدرسنا الحمد لله لما اشتحالنا أهم حاجة أن الواحد يكون مرتاح راح نسيمش أهم حاجة لنا. يعني شمسي ما حدا داري ماما انني ما انني ما معيش، يعني اني مرتاح لراحه نفسيه الحمد لله، لكن اني ما والله ما اني ولا اللي مثلي مرتاح. كذب ان اللي يقول لك هو مصبت وانا اني يقول لك انه مرتاح وقت لك ولا ما اكتبت قد الدنيا مغامره ولا لا كان الموت عز واحسن لواحد ما يجلس لك الزمان. جميله لم تعد تحلم بشيء في حياتها سوى أن تمشي على قدميها حتى تقوم بأبسط الأمور في منزلها، مهما حاولت إغواء نفسها لن يعوضها شيء مما أفقدها لغم الحوثيين الذي جعلها مقعدة ومقيدة بلا قيود حسب تعبيرها. قد أنا أقول لك لا اشتي لا مال ولا اشتي أي حاجة ولا اشتي همشي حتى كخطوتين اكون بيوم حتى خطوتين اشتي همشي، يعني مستحيل انني اعيش ارجع من الاماكن تمشي، يعني مستحيل انني اعيش ارجع من الاماكن تمشي. الانسان حتى اهم حاجه انه متعافي وانه يمشي وانه اذا، لكن لما يكون كمثل ما اني مقيد بلا قيود ما فائده من جلسته من عيشته، مات وهو حي، مات وهو حي. مقبورة بلا قبر هكذا يقول حالها بعد 5 سنوات من المعاناة والكفاح بعد أن فقدت قدميها بلغم حوثي. هي لم تفقد قدميها فحسب بل خسرت لذة الحياة تماما. لما تتحرك أعضاءك تتحرك جسمك يمشي يعني ترتاح القليل ترتاح راحة نفسية وراحة جسدية المهم أهم حاجة كل حاجة إلا الراحة النفسية هذا طبيعي حتى لا أنت معك حتى لا أنت فقير حتى لا أنت نتيجة في أي حاجة أهم حاجة أنك مرتاح نفسيا أهم حاجة أنك مرتاح. أضحى الحصول على طرف صناعي حلم يراودها ومشقة تتذوق مرها في طريق الحصول على قدم منذ إصابتها ويخرجها من قبرها المجهول. أتمنى من المنظمات فاعلين الخير أن يسفروا بي ويعملوا لي من هذه الإلكترونيات الأطراف الصناعية
ولا ما عندك خلاص ما امشي معي ليش خالص. كنت تمشي بين كذا لا تقبى بعدين كذا اخرج بين الان خلاص يعني زي ما تقول ضعيفين على رجلي او مدري كيف اخي خلاص تخرجي هو اكون من فوق ما اسمه ما اقدرش البس حتى لو لبست تفلو تخرج على رجلي واطلع كان اقول لك والله لي من شعبان من العم بشعبان وين يطلع على الثوره يعملوا لي القياس يعملوا لي كل حاجه بالاخر ولا احصل حاجه ساعة ما جاوش السلكونات ساعة ما جاوش مسمى واللي ما يكونون اللي من تحت الركبة يعملوا لي قال دحين تتصل بي قال لا انت تشتي مسمى ما هذيك الرجل سابر لكن مش اقدرش تمشي بها الرجل الثاني من هاللي واذا قطع عمل لي القياس منه شنو ما عملوا لي شال القياس قالوا لي ارجعي بعد اسبوع لي كنا جلسكو تربيق اسبوعين واني ولا حصلكم النوم فايده.